أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله.
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء صدق الله العظيم.